قلت أنا معك أنك معه 30 سنة. نعم، وأنت من صنف الجمال، صح؟ نعم، تكون مع الزوهري فقط أيضا. ما شاء الله. طيب، ما هي مهمتك في جسده؟ قفل بوابات النور. تقفلونها حتى تستطيع السيطرة على الزوهري، صح؟ نعم. أي باب قفلته؟ الستر والمعدة والغدة الدرقية. والغدة الدرقية، الصدر والغدة الدرقية والمعدة. هناك أبواب نور، أبواب النور، صح؟ يستقبلها الجسد حتى يتقول به الجسد. أبواب النور، النور الذي يدخل، نور القرآن والعبادة والتوحيد، حتى يقوى الزوهري ويكون قوي، صح؟ نعم. طيب، أنت كبيرهم. طيب، كم عمرك؟ ألف ومئتين. 1200، يعني دخلت معه وحين كان في عمره 3 سنوات. نعم. بقيت منتظر ها؟ بقيتم تنتظروا ماذا؟ حتى تمكنت من التابع أولا. تمكنت منه. يعني الطفل لما يصل 3 سنوات تتمكنون منه، تغلقون له بأبواب النور. سبحان الله العظيم. يعني كل الزوهريين يعانون من الصغر حتى وإن كان في بطن أمه، صح؟ إذا كان وراثي. طيب، من الأبالس الذي يتنقلون من بطن الأم؟ التابعة ومن غيرها؟ التابع والأسحار الموروثة التابعة والأسحار الموروثة، هم يعني يفتحون لنا المجال. هم يفتحون لكم المجال. نعم. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تدميركم كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، صح؟ تدميركم، لأنكم ظلماء، لأنكم ظالمين، معتد أثيم. هذا الزوهري سبحان الله، يعني الزوهري لا يفهمه إلا الراقي الزوهري، صح؟ الراقي العادي لا يفقه هذه الأمور. أنتم تسخرون من الرقاة العادية، صح؟ تتلبسون بهم، لا يفقهون شيء، ترسلون إليهم شياطين. سبحان الله. نعم. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بماذا مكلف؟ بماذا مكلف في جسده؟ بماذا مكلف في جسده؟ بقفل السمع على الرفقة والزنا والفواحش. بقفل السمع على الرفقة الصالحة. نعم. وماذا آخر؟ والفواحش والفواحش والزينة، يعني حتى يسمع الزينة ويريد الزينة فقط، حتى توسوسين له بالزينة. أها. نعم. عندك معه 27 سنة. سبحان الله. من أرسلك؟ إبليس. إبليس. أنت يعني أنتم أبالسة مرسولين من إبليس، أنتم منظمة إبليسية مخصصين للزوهري أم لغيره؟ الزوهري فقط. للزوهري فقط. لماذا أرسلكم إبليس؟ لماذا؟ حتى تضعفون السلالة الزوهرية. حتى يبقى في ضلال. حتى يبقى في ضلال. لماذا؟ لأن لديه القدرة على قتلكم وتدميركم، صح؟ يعني لا، الأبالسة يحاربها الزوهري فقط، لا يحاربها الراقي العادي أبدا أبدا. نعم صح، الراقي العادي لا يقدر على الأبالسة، صح؟ بتاتا. طيب، كم عمرك أنت؟ 500 سنة. 500 سنة، يعني أنت صغيرة. صغيرة جدا.
ما شاء الله. طيب من معك في الجسم؟ أرى معك الجمل وأرى معك رجلا آخر، فمن هم؟